ذاك المنصب الذي أنت فيه رزق غيرك ما وجده. الله عز وجل حين خلق الخلق فاضل بينهم وفاوت بينهم، قال ربنا تبارك وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا يا الله؟ ميم رب سبحانه وتعالى، علاش رب سبحانه وتعالى فاضل بين خلقه؟ يجيب ربنا تبارك وتعالى فيقول: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ومقن ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، شنو هي ليتخذ بعضهم بعضا سخريا؟ ليس معناها ان يسخر بعضهم من بعض، ليس معناها ان المفضل او الذي فاضل الله عز وجل وتفضل عليه انه يسخر من الضعيف او الفقير، لا. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، اي ليسخر الفقير للغني والغني للفقير والجاهل للعالم والعالم للجاهل وذو السلطان لغيره وغيره الى اخره، وحتى يكمل الاخر. هذه سنة الله في خلقه. تاجر ويز ما راه يعيش برا بوفري، بوفري ويز ما يعيش برا التاجر. الغني لا يستغني بماله ولا بمنصبه عن الفقير. نهار فاش غادي يجي يقلب على اللي يحدي له داره غادي يقلب على الفقير، نهار فاش غادي يجي يقلب على اللي يقضي له حاجته يقلب على الفقير. ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يجني تسخر النظم اذا تلقاش مزيان. واحد كيتسخر الاخر، واحد كيتسخر الاخر. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا من ذكر من ربي سبحانه وتعالى. قال: ما في ضربك خرقك النو، فاضل خلقتكم وفاضلت بينكم في الرزق، زيد باش واحد ينفع الاخر، زيد زيد اسيدي ربي، فين باغي توصل؟ قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني اياك ان تكون ممن يجمع فيبخل ويصيبه الشح ويترك اخوانه، لان ما ستجده عند ربك من الثواب والرحمة وعلو المنزلة والقدر والدرجة العليا في الجنة خير لك مما ستجمعه في دنياك وتكدسه ثم تذهب فتتركه خلفك. قرن رب سبحانه وتعالى قوكشي غاوم ازقك النيو كوريج من زيد في الضرب، وتجي باش تجم غاوم، وتجي باش تجم عم، وتجي باش تخمرم، وتجي باش لا، وانما باش تنفع ما يويا اقامين غاثا في مغرب سبحانه وتعالى يوم القيامه. خارهم زمين غاز جمعه ما خصق ججهم في الدنيا، كان مالا او علما او جاها او منصبا او اي شيء من الرزق الذي هو بمفهومه الشامل. لذلك ايها الاحبه في الله، امرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتكاتف وأن نتكافل وأن نتحد وأن يعين بعضنا بعضا على كل ما فيه الصلاح والفلاح وعلى كل ما فيه خير وبر ونجاح. رب سبحانه وتعالى إن نغاق خرقك النوام والجني وعري الجني وذا باش تمعاونهم باش تعاونوا في الحياة، راح حتى واحد ما يقد على الحياة بوحده. يلا معاونك أنتم معاشر المسلمين أقوياء ببعضكم ضعفاء بأنفسكم، حين تكونون يدا واحدة أنتم أقوياء. قوتكم معاشر أهل الإسلام في ائتلاف كلمتكم، قوتكم معاشر المسلمين في توحيد صفوفكم، قوتكم معاشر المسلمين حين تكونون يدا واحدة. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا معاشر المسلمين على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ايات كثيره واحاديث كثيره تحث على التعاون والتآزر والتكافل والتكاتف. ما الذي دفعني الى ان اتكلم في هذا الموضوع؟ من اي جنهار وصلت الثوره ذي الموضوع ونساء هذه الايام العصيبه التي نعيشها في هذه في هذا الوقت بالذات. هذه الايام ايام
اقتراب أو أيام اقتراب عيد الأضحى، أيام ربما تكون لبعضنا سبب فرح وسرور، ولكنها والله هي لكل فقير ولكل محتاج ولكل أرملة ولكل مسكين ولكل يتيم، هي سبب هم وسبب غم وثقل يثقل كاهله. الشين جن العدد زين قطرة جن العيد الصح نكتا ونسن شحا كل الأغلبية كتتناد العيد باش يفرحوا مع ولدتهم، يفرحوا مع بواتهم مع ولدتهم مع العائلة إلى آخره، ولكن الكثير من الفقراء، وأنتم تعلمون أكثر مما أعلم، وأنتم تخوضون غمار هذه الحياة ربما أكثر مما أخوضها، وأنتم تلقون وتلاقون من أهل الفقر والحاجة والفاقة ربما أكثر مما أصادف وألقى. إذن العداد نمسر من نهارة غاسو السنة والسن تمارة والسن رهم، هم بالليل وذل بالنهار. هذه الأيام كثير من إخواننا همها يذهب النوم من عينه، كثير من إخواننا يمشي في الطرقات وباله يطوف شرقا وغربا. والله العظيم زاب إجوان راح كرنت خواك يتجقع كي تمشي في الطريق عقله راح مسافر، علاش؟ مهموم، تراجع، يتفكى، ما مش غير يدير عيد النير كي غادي يدير ليها هو رخبة. الطامة كبرى والله، ولكن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. الطامة كبرى أقوان السور غوم رخبة قونية بحن نهار 6700 درهم، شتي هذاك اللي كيربح 6700 و8000 درهم مع الحولي فين وصل؟ اكو حري من يوض، اكو دوار ربيع حنجان، اكو در الشراء، اكو ولا تقدي شاه. هذا عنده 6000 و7000 و8000 درهم في الماندا، واللي عنده 1500 واللي عنده 2000 واللي عنده 3000 واللي عنده 3500 كي غيدير ليها؟ بالله عليكم كي غيدير ليها؟ هذيك شنج السنار التنظير مجيده، وما ابتليت الأمة بكثرة المنظرين أكثر مما ابتليت به في زماننا. تنظير الشفوي نجيبوا الباباء دقدقة واسدي بنادم اللي ما قالش ما واجبت عليه الأضحية، ما يخصنيش الدناية والنوايز ما وخذي وجيب شغاسيلي. الأضحية ليست واجبة على الفقراء، الأضحية سنة وليست واجبة. أنا عام مولاي أنا عارف، أنا عارف هادشي، أنا عارفه وقريته وجدت فيه وخذت غماره أكثر مما ربما أكثر مما خذ. عار سناغ الذي يهيني دمه، سناغ الذي يهيني فبرين ويوفين منزل. نعم أقول لك الأضحية ليست واجبة، لذلك لا يحل للمسلم أن يستدين بالربا لأجل الأضحية. لا يجوز الإنسان حد يعبر تا الربا باش يلقى حورين بعيد، ها واحد. لا يجوز بنادم يمشي يبيع القش ديال دارو، يبيع الناموس هذه زنزر مايو هذه زنزر قمة هذه زنزر نتارو باش يلقى حورين، لا يجوز. الذي يحل له أن يستدين ونزمن جوزنا في العلماء ديابر، من كان سيملك قضاء لدينه يجن وزدو ديفنت بوت ثمانية هواني رعيدة دزدلفنت غاس من زغيار. أما الذي لا يجد ما يسد به دينه لا يحل له أن يستدين. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا الاشتراك في البقر وفي الجمل. وانه اذا ما نذي قحري يغرى اربعين يودن الشاشن بعجمي، هذا على قول جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين يقولون بالإشراك ولا يقولون بالاشتراك، وفرق بين الإشراك والاشتراك. جمهور الفقهاء قرش ذمون يودن أذمون أربعة خمسة ستة سبعة قعد بعجمية مليون ومئتين وعجمي مثلا، إذا الشاشن أربعين يودن 3000 درهم يجنب يطاق. المالكية يقولون بالإشراك، ومن قال الإشراك هو أن يشتري الأضحية واحدا
فيشرك معه الآخرين في الأجر دون أن يبذلوا المال. المالكية مقنع قرشي الجنة غيتغنى عجمني نقدر غمني أتيسي السير في النغني ابتغاء الأجر من الله عز وجل. وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه يجوز الاشتراك وهو الراجح إن شاء الله تعالى. من قصر الله مغزين إذا سي محمد ممن خوق على مغتاز إذا سجف أمه من خص غديني خص غديني غمرنت الأضحية غير واجبة في حق الفقير، فإن الميسور والغني ومن وسع الله عليه له في ماله حق للفقير عليه أن يؤديه. إن كان الفقير والمحتاج لا تجب في حقه الأضحية فميسور الحال ومن وسع الله عليه والغني في ماله حق للفقير عليه أن يؤديه. رمشي منا رمشي كي يعطيها الورا يمن عليه، لا لا حقه سيوصله. أنا عندي مسك علي رب سبحانه وتعالى، ما جوز لي ديني أن أبخل عن الفقراء. قال الملك رب تبارك وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال حق، فالحق يجب أن يؤدى، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم ما لم توني الأضحية وخذ توجيه مشي جن ميسور الحال مثلا نغاري قاغاري اختز سنغيل لك غاري جمير حق قبري نخطط يوم. ثم ماذا بالله عليكم يا مسلمون، أإذا كانت الأضحية لا تجب في حق الفقير أفلا يجب في حقه أيضا أن يطعم وأن يشرب وأن يلبس؟ وأخسيدي نفتر واحد ونمت الأضحية لا تجب في حق الفقير هو أذي الشدي سوء أذي أذي قند واجب واجبني قوان سيور من هارخ الملايين وانسيور بخ الملايين. يا عباد الله لا لا نتكلم عن ملايين مملينة، نتكلم عن الكفاف. إن كانت الأضحية مرتغى الأضحية لا تجب في حقه هو إحنا ويتشا ويتشا شغشوها ويتشا مريشا رويت خجز مرشرة ويستهوار الرزاء ويتح ويتعب شادق رعاية لا يجد ما يسد به رمقه يحتاج الدواء والجموز غير الدواء. معاشر أهل الإيمان والصلاح ونحسبكم كذلك والله حسيبكم، نحن نتكلم هنا عن طبقة أصبحت لا تجد ما يسد رمقها، ما يسد رمقها. لذلك أيها الأحبة في الله، أليس من حق الفقير إن كانت الأضحية ليست واجبة في حقه هل نحرمه من السعادة أيضا؟ هل نحرمه من السرور أيضا؟ ألا يحق له أن يفرح مع عياله؟ ألا يحق له أن يدخل السرور على أهله وولده؟ ألا يحق له أن يشتري لهم ما يكسو عورتهم ويشبع جوعتهم ويروي ظمأهم؟ قواد سين بقينا نغفو شيخ وزجفنا نغذر خدي مليون تناي يا ولد دقة وانت قصنا غير رديج جنس زين الله يكني وريدي قابرنا بعدها ما رقنا منه ذك خفنا ما رديج جنس زين الله أعلم الله أعلم إجنا العدد زين وإذ ما حد من عحوري ما في ذي يقول ولكن خمني يغق غمية دورون شمية دورون شمتين دورون شمتين دورون شمتين دورون شمتين دورون شمتين على الأقل ما لا يدرك كله لا يترك جله. أيها الأحباب ربنا تبارك وتعالى ذكر لنا أن من أسباب دخول المجرمين إلى النار أنهم كانوا لا يهتمون بالمساكين والفقراء والمحتاجين. أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن أصحاب اليمين حين يكونون في الجنة في جنات يتساءلون عمن يتساءلون تعرض نقول جارتي تقسنوه يتساءلون عن المجرمين وإن شتي ضربي يسألون يتساءلون أهل الجنة قم جعلني الله وإياكم من أهل الجنة قيمت مهارد دقوين جارة فتذاكروا وذكروا المجرمين يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر بكني ويستيفن غجهنمة
لكن ويسيد من أجل دخلكم الجهنم. شنو هو السبب اللي به دخلت السقر؟ من أن فما كان جوابهم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. كم الزوات لم نكن من المصلين أذيني شني الجن وقينا قيس سيدار بالسواخر كفة. وجبوا مرة العلماء أننا شي نذر كفة ماشي قاع. العلماء قالوا أن هذه الآية تتكلم عن الكفار والمشركين. من أهل العلم من قال أنهم الكفار والمشركين، ولكن من أهل العلم من قال أن الله يتكلم عن المجرمين ولم يقل يتساءلون عن المشركين، ولم يقل يتساءلون عن الكفار، قال يتساءلون عن المجرمين. لذلك يقول الإمام البقاعي رحمه الله في نظم الدرر، قال قوله تعالى لم نكن من المصلين أي لم نكن من المصلين صلاة يعتد بها. يعني نديم سر من تغى الزجل، ولكن الصلاة نتغى تفعشن سواها، ليست من الصلاة التي تنفع صاحبها يوم القيامة، ليست تلك الصلاة التي يريدها ربنا تبارك وتعالى، ليست تلك الصلاة التي يفرح بها العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم ماذا قالوا؟ ولم نكن نطعم المسكين. طوح لم نكن نطعم المسكين لأجل مسكنته. قال العلماء ممكن ممكن تفتشن الجن يتقر حالي شو قبري، ولكن ممكن تفتشن دائر الخير في ذاك المسكين، ولكن عنده فيه الحاجة اقطيت حاجة استرسكتن يسعدو يترحش يتخارط بها يكسيخص بقرين. لم نكن نطعم المسكين لأجل مسكنته. إطعام المسكين يجب أن لا يكون لغرض من أغراض الدنيا، يجب أن يكون مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أيها الأحبة في الله، وجب على كل من رزقه الله سعة في الرزق أن يتفقد إخوانه وأن يتفقد هذه الشريحة وأن يتفقد من قدر عليهم رزقهم. إنهم إخوان لنا ولا نستطيع أن نتخلى عنهم. قذن غحاس خاسم ربي يوم القيامة لا نشيل ما مش خاسم غير حاسب حد النظري إن أهملوهم. وخسن غنسن أيها الأحباب أن ربنا تبارك وتعالى جعل الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين سبب لزيادة الرزق وسبب لبسط الرزق. يمسر من مواختنا الرزق نسنا ذي لدوسعي، يمسر من مواختنا ذسني يعني سيد ربي، يمسر من قالها ربنا تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب، يعني رب سبحانه وتعالى كما قلتكم قبيلة ما طلبش منا الملايين، كل على قدر جهده وكل على قدر طاقته وكل على قدر وسعه وكل على قدر استطاعته. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، تمرة تحبش نتيني أنيش من كسب طيب أنيش غت ذور أنيش غت ذور، ولا يقبل الله إلا طيبة. عرفتي غادي تولي؟ عرفتي فين غادي توصل ديك الصدقة التي انتزعتها من بحر همومك ومن بحر مشاغلك ومن بحر مصاريفك وخصصتها لفقير أو محتاج أو يتيم أو أرملة، في عينك أنها لا تقضي شيئا. شغدر 50 درهم، شغدر 100 درهم، شغدر 20 درهم قاع، في نظري حساباتنا الدنيوية أنها ما تدير والو، ولكن عند رب العزة تبارك وتعالى حين تصدق فيها النية اسمعوا إلى أين ستصل وستوصلك. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه. زيد
ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. كيكبرها لك ربي سبحانه وتعالى وكينميها لك وكيربيها لك. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما كتربيو نتوما شي نعجه صغيره كما كتربيو شي احجم شطابه مشي نزما شنو شطابه مشي نجزع شنو شطابه مشي الحيوان ده مزيان راه غيدور يمغى صدق النظام زيت راه غتدور غادي تولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجبل. في روايه عند الامام مسلم في صحيحه قال تكون اعظم من الجبل اعظم من الجبل. في رواية عند الامام الترمذي وان كان في سندها ضعف قال حتى تكون اعظم من جبل احد. ولكنه تسمي جبل احد سلسلة من الجبال مجموعة من الجبال. صدق اني تمزيت تذور انشتو اني اتذورين انشتو اني واه وخص غير وخص قليلة قليلة ولكن لما كانت خالصة لوجه الله عز وجل في وضر متعدو اذرع ذي الحجم النصف ويذرع دير خراط النص تعدو يذرع دير ميزان النص. ابن حجر رحمه الله إن قال ممكن أن يكون حتى تكون مثل الجبل أن يكون أجرها مثل الجبل وقال يمكن أن تكون على حقيقتها أي تصير تلك الصدقة في وزنها في الميزان ميزان جبل. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجارني وإياكم من عذابه المهين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد. أيها الأحبة في الله علينا أن نعلم جميعا أنه كما جعل الله عز وجل تفقد الفقراء وتفقد المساكين والمحتاجين من أسباب بسط الرزق ومن أسباب زيادته ومن أسباب السعة في الدنيا والآخرة كذلك جعل البخل وجعل الشح وجعل استئثار الإنسان بما لديه سبب زوال النعمة وسبب خراب دار الإنسان. روى الإمام الطبراني اسمعوا أيها الأحباب ربما كثير منكم يسمع هذا الحديث لأول مرة. روى الطبراني رحمه الله في معجمه الأوسط والمنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب وصح وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وللأمانة العلمية تجدونه أيضا في سلسلة صحيحة. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه وذين بشن يجنيك شصاب بشن النعمة شنارزق أسبغها علي وتخزي سوالو يتعيش والسمان أرخي عني ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم. ما جت واحد لوقيته احتاجوه الناس احتاجوه في ماله احتاجوه في علمه احتاجوه في منصبه احتاجه الناس عنده رزق أسبغه الله عليه فاحتاج الناس إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتبرم. شنو هي فتبرم؟ أي فتضايق وتأثر يبدأ يزروزة يقنر يبدأ يسغيو يبدأ يتزخ يودا يغلق الباب في وجه الناس يسب الناس يتعري يودا يتبرم. فتبرم تأثر وتأم وضجر وضاقت نفسه وركبه الغم جراء احتياج الناس إليه. سمني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. رد البال قد عرضت تلك النعمة للزوال قد تفقدها في طرفة عين لأنه كفر للنعمة وكفر النعمة من أسباب زوالها ومن لم يشكر نعم الله تعرض لزوالها. الله عز وجل لم ينعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة
إلا ليستفيد منها ليستفيد منا ومنها من لا يملكها. ولم يقل لنا ربنا تبارك وتعالى أن كل واحد منكم أنعمت عليه بنعمة فعليه أن يختص نفسه بها فقط. احنا رانا عايشين في جماعة، ما عايشينش بوحدنا. لذلك أقولها لكم دائما، شنو كنقولوا؟ اهدينا الصراط المستقيم، وحتى نصليو بوحديتنا نتزوج وحدنا نلقى اهدينا مرة ونلقاش اهديني، ما كنقولوش اهديني، وحتى نصلي بوحدي. علاش؟ لأن المسلم لا ينفك عن جماعة المسلمين، المسلم لا ينفك عن أمة الإسلام. لذلك أيها الأحبة في الله، قد تقولون لي قد سنرى سموح قواد دقين قبر النشغى والنقطة أرمى جالس قدام خير لي الله عالم به اللي كيكمل بالتفاش. وأنا أقول لكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ يا رسول الله، من صدق يعز غفيظ ربي، من صدق اللي عزيزة عند الله وعندها لجر كبير عند الله عز وجل؟ قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. الناس النبي صلى الله عليه وسلم سند من الصدقة يغرم غسي ضربي، سند من الصدقة يعز غسي ضربي، سند من الصدقة يحجر رجاية غسي ضربي. عرف شنو هي الصدقة اللي خلاصها عند الله كبير وعزيزة عند الله شنو هي؟ قال أنت الصدقة، صدق زيد، وأنت صحيح صحنش وصحتك شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. وأنت في وضع تخشى الفقر وتأمل الغنى، تقول هذا الصفرتين عشان هذا شنقسن تدور البوبري تقول هذا ميسارية تقول هذا وتأمل ترجو الغنى تزدرش كثير مريح وزدرش كثير وسعه. ثم قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تمهل، ما تبقاش كتستنى وكتعطل على راسك حتى إذا بلغت الحلقوم، حتى يجيك ملك الموت هذا تغذى وضرمك تذني تاعه قلت لفلان كذا ولفلان كذا. ما تخليش يعني صدق ما حضرك في الحياة، ارى هذيك لاجر ديالها عم تدير فيكتور، صدق ما حندقش في الدار قهني رفضر نسي غرا غسي ربي وتجاوش يتمنع رموك توشت بذاتيني لان التصميم ذا نار يتمنع رموك حتى يبردو الجليه ويشوف قدامه دوك وليداتو كله ربما ما فيه واحد صالح ودوك الفلوس غادي تفرتكو هنا وهنا. يمين ثقة قراتي وار اهن تصدق غير نتاع الحر الشخية شايف ياسيني وكشتاتي فران قدا وكشتاتي فران قدا مغمسة وكشتاتي فران قدا وكشتاتي إنش النبي صلى الله عليه وسلم وتجي شهر التوضع غدسة مهمي. لماذا؟ قال الحبيب النبي، قال: وقد كان لفلان، لان دوك الفليسه ديك الساعه ماشي ديالك، هذاك حق الورثه، هذاك عندك الحق فيه في الوصيه في حدود الثلث، اما الثلثان حق الورثه، وبعض اهل العلم كيقولوا لك حتى هذيك خليها للورثه، ها؟ لان ديك الساعه لست صحيح ولا تخشى الفقر ولا تامل الغنى. يوزيد زعما هذا قرصه بروفيتشار، لا صدقيت ما حندقى في الخضانش، ما حندقى خزات ديت تعيز، ما حندقى خزات ديت نش، وهذا شتيتي واحد دم غنيه.